واشكو الى مولاي. وبعدين كده كده عملت اللي عليا. انت بتشتغلني يا صهيوني؟ ده لازم، بس يكون في علمك انا هنزل من هنا هروح على للباشا على طول واحكي له على كل التيتا. انت عارفه الباقي بقى. يعني انا خلاص دوري خلص بعد ما عملت لك اللي انت عايزاه؟ لو كان دورك خلص فعلا ما كنتش استقبلتك في بيتي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انت مالك بتني كده ليه؟ لا انا ما اسمحلكش تتكلم معايا كده خالص. الله يحنن عليك بدل ما تهب عليك، وشكلها كده هعملها عليك. كل مطلوب منك انا احطك وسط الجردات البلالين دول. سهله. الحقونا في واحده تعبانه، الحقونا في واحده تعبانه. بنتي كانت حامل. ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ ما كنتش اعرف انها حامل، وبعدين هي كانت لازم تتبهدل عشان تجيلك. مش خلصنا ولا ايه؟ انا جاي لك النهارده عشان تيجي تبص عليها في المستشفى. مش ضمني اللي كان في بطنها ده ابني. الحمد لله على السلامه. خلي ابراهيم بايدي. مش تمشي في الشارع كويس زلمه. يا رايح خيري، انت هتفترع على الخاله ولا ايه؟ طيب قوي، انا ما كنتش فاكر كده خالص. حلو شويه يعني. يا تزوق عجلك يا ولا ايه؟ انا مش عايزك تاخدي حاجه من هنا خالص، كل حاجه موجوده هناك في الشقه الجديده. مش هينفع اسيب الحاره. انا شايف ان حالتها من سيء لاسوء، مع طول الوقت بكده الفكره كده يبقى ما قدمناش حل غير ان انا اصدقها في المستشفى. الحقني مختار. في ايه؟ انجي جرالها حاجه؟ انجي هربت. اتفضلي يا امي، ده مفتاح المنصب، ركنته قدام باب المستشفى. عموما لما بهري فوق طمنيني ان مفيش حد هيتعرض لك. وانت يا طنط تعرفي ليه بين مين؟ الله، ده من الحبايب زيك كده. ليل اظن ان الاواني شبه وسام. انا غلطت في حقك وحق. ليه حضرتك بتقول كده؟ حلمت بيكي امبارح حبيبي، عرفني مقام. احنا عندنا مصلحه. يا معلم يعني عايز نعمل ايه بس؟
خير يا مدام دين؟ ايه جرأت تمسكي بقى؟ على صوت مساء الخير. على صوت ليلى ما ترديش، امشي معايا بالحب بدل ما شايلك مصاريني خلقتك. ما ترد يا بنت ولا واكله المستعبات عشان الموز. شاوريلها شاوريلها. شاورت تعالي كده ولا كده؟ عايز اشوف فيلم مش كفايه طويله زي امك. لا يابا ده انت اللي قصير. اتفرج يابا اتفرج. مالك يا بنت في ايه؟ الله ينكد عليك. البنت ليلى ماشيه مع واحد في الحاره وحاط ايده على كتفها، والبنت ماشيه عيني عينك كده. يعني هي ماشيه كده في الحاره مبسوطه فرحانه مهمومه، في ايه يعني؟ مش اصفر زي اللي امك. كلش البنت متثبته وانا زي الغبيه مش واخده بالي. يا نهار اسود. ايوه يا باشا انا اللي ضربتها، بس دي كانت ايه؟ علقه السعد والهنا عليها، بس الراجل اتنازل وخرجها كده. خدت 3 سنين زياده، ده غير القضيتين اللي عندك. ما تتعبش نفسك يا باشا، البنت مش هتشتكي، ده مش بعيد تبعت لي جواب شكر كمان. بس بقول لك ايه، الكلام ده ليك انت وبس، محدش يعرف. ما تعمليش برم روح امك. هات الزفته دي بتاعتك. قولي بقى مين اللي زيك عليها؟ لا 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 كده غلط يا باشا، انت كده بقى عايز تاذيني. الناس دي ناس كبيره قوي وانا مش قدهم، ومش هتنفعني لما يدبوني في سكينه في بطني كده، ساعتها اروح فيها. ما تقلقيش، الكلام ده ليه انا؟ مش هقول لحد تاني. كلام جد؟ جد الجد. قول. البت الملزقة اللي اسمها جينا، مديرة أعمال الجيار؟ أيوه. ده اللي حصل مع بهر. ما تبطلي ترقعه في صوابعك بقى، واهدي كده شوية. أنا جاي أتكلم بس، ما تقول لها يا ماجد. ممكن تسيبه يروح؟ أنا كل اللي بعمله إني بنفذ أوامر إبراهيم بيه. ما تقلقيش هسيبه يروح. قولي لي صحيح، إيه الحاجة اللي ممكن لو صحفي كتبها يخلي إبراهيم بيه يبقى متوتر قوي كده؟ حدوتة ملعبكة فيها بنت صغيرة. هو لسه مقرف قوي كده؟ عموما بهر ده يخصني وفي حمايتي الشخصية. ولا يا ماجد؟ بس انت كده بتحكم علينا بالاعدام. باهر لو قرب لابراهيم بيه دي حاجه انا اضمنها لك، ومش هيكتب عن الموضوع ده خالص. ولو حصل وعرفتي حاجه بلغيني، انا هتصرف. يلا فكيه عشان يروح، اللي هي قلقان عليك قوي. ايه اللي يهمك في موضوع بهير؟ حتى لو قلت لك مش هتفهم. اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه وخلاص. مساء الخير. لا لا لو سمحت يا هيمو ممكن؟ طبعا طبعا اتفضلي يا روحي.
أول مرة أركز مع المكان. حلو مش كده؟ لا معلش ممكن ما تسيبنيش لو سمحت. افضل مسندني. حاضر ميرسي يا هنا. للبيه صديق. امال الراجل اللي خرج ودمه سايح يبقى مين؟ صديقه برضه. احنا بقينا نتقابل كتير يا للبيه. ويا ترى دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ ما بتحسبش كده. بتتحسب ان انا وانت مندور على نفس الحاجه. بس طريقتي غير طريقتك يا سيف بيه. طبعا. بس الطريقتين في الاخر واحد. محدش عارف. مدام دينا تسمحي لي استاذن؟ اتفضل يا مستر ليلى. خليكي مع ضيفك. واحنا هنتقابل تاني الليله دي؟ الله اعلم. خير يا سيف بيه، ميعاد غريب قوي للزياره. ولا حاجه. كنت قاعد برغي مع واحده صاحبتي. فقلت لازم اقول لك الكلام اللي هي قالته. ما اعتقدش ان في ما بيننا اصحاب مشتركين. مش صحيح. والدليل على كده ليل. ممكن افهم عايز مني ايه بالظبط؟ بس صاحبتك دي حكيت لي عنك حكايه ما عجبتنيش. مين صاحبتي دي؟ واحده اسمها شبرا. اسم مميز قوي. ها هي الليله دي مش هتخلص بقى؟ فين بنتي؟ عايز بنتي؟ مش همشي من هنا غير لما اخد بنتي. اوعى اوعى بقول لك اوعى. يا راجل انت هتفضل نايم على جنبك كده زي اللي جوزها مغضبها؟ وتقوم كده وتفرفش. لو سمحت يا كمال سيبيني في حالي، انا مش طايق روحي. اخويا كلها يومين ويرجع لها عقلها. تبقاش خفيف كده يا ستي بقى. الله ما تعمليش كده. اقسم بالله سيب البيت ومرجعش تاني. طيب افتحي يا خالتي افتحي. استني العين يا خالتي. ليلى واحد ثبتها في الشارع وخدها ومشي. انت عارفه انت من جيك هنا بتعملي فيا ايه؟ انا عارفه انا بعمل ايه كويس يا بنتي. انت كده بقيتي زي ما طارق بيقول عليك. بقيتي مش قادر اقولها على بنتي. بابا انا رايي طارق ما يهمنيش ولا رايي اي حد تاني. انت ليه مصره تفضحيني؟ ليه مصره تحط راسي في الطين؟ يعني حضرتك كل اللي همك انك راسك في الطين دلوقتي، لكن انا ايه اللي حصل لي وحاسه بايه مش مهم. حضرتك عايز تفهمني ان انا لو كنت فضلت في السجن كانت راسك هتبقى مرفوعه؟ انا ممكن اقتلك واخلص منك يا بنتي. حرام عليك، انت بتعملي في نفسك كده ليه؟ عشان حضرتك ربيتني غلط، علمتني غلط. انا ربيتك صح وعلمتك صح. الدنيا هي اللي مقلوبه والحق فيها بقى باطل والصح بقى غلط. وانا عشان اعيش في الدنيا دي لازم اعيش باخلاقها المقلوبه. عشان انا لما عملت زي ما حضرتك علمتني وضحكت عليا اتطلقت وطلع عليا كلام زي الزفت ودخلت السجن. وربنا يا نانسي اللي خلق الكون ده كله مش خايفة منه يا بنتي؟ هيسامحني ويغفر لي عشان هو الوحيد بس اللي حاسس بيا. بص يا بابا اتبرى مني وريح دماغك. بقية في حياتك يا نانسي انا بعزيكي فيا، لانك مش هتشوفيني تاني لغاية ما اموت. بقية في حياتك يا نانسي هاني. مع السلامة يا بابا. حسيبة بكلمك على التليفون ما ترد. يعني انا دلوقتي واحد ينزل عند المنطقه ويعمل في المايه وانا معرفش؟ لا انا المفروض كنت اعرف منك يا بنت امي وابويا.
لا يا اختي عرفت، عرفت بطريقتي. حماده التيتي مالكيش فيه بقى، عرفت منين؟ بص 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 يا حسيبه، احنا قايلهم وقايلهم معرفش حاجه عن الحوار ده. ماشي يا معلم اللي تشوف. سلام اخوي. قال لك ايه؟ ما يعرفش حاجه عن الحوار ده. اذا كان هو قال لك عارف وانا سامعاه وهو قال لك عارف. حسيبه ورحمه امك، ما تعرفيش مين اللي عملها؟ انا اللي عندي قلته يا كمال، مات الكلام. قومي يا خالتي، قومي يا خالتي بينا على الاسم. طب حلفتك بالغالي وحياك ميشا. جرى ايه يا كماليا؟ انت هتسيحيني ولا ايه؟ تعالي. يا لهوي، طب هنعمل ايه؟ ده اخي، عايزه تروحي الاسم؟ روحي، انما سرت تيجي انا والمعلم شعبان؟ لا. ماشي يا كماليا؟ ماشي. يلا يا انجي، يلا عشان تنزلي على مصر. لقوا البنت؟ حماده تيتي جابها. واعملي حسابك دي اخر حاجه انا هعملها لك. ليه؟ كده من غير سبب. وما تجيش هنا تاني. ايوه بس انا سبت بيت بابي. حلو، دول اهلك واكيد هيسامحوك. انت ليه بتعملي معايا كده؟ مزاجي. يلا. حكشة شبشب صاح، حكشة ده كان بصبا. اصبر يا اللي بتخبط، في ايه؟ مستعجل على ايه؟ ما انا جاي افتح اهو. خشي يا ليلى كحلي. خشي. اهدى. مصلحة يا باشا. مصلحة ايه وليلة ايه؟ والله ما هترتاح غير لما تحبسنا. لا لسانك ساعتين زمن وهنغورها، مش عايز دوشة وانت امشي. لا بص بقى يا كروان، لما اقولك الحاجات دي يا حبيبي تعملها بره، لكن تجيب لي موسيقى دي حد هنا انا هسيبها لك واطفش. يا جماعة اقعدوني، انا خلاص رجلي اتبرت من المشي. مين دي يا كروان؟ انت بتقولي اسم كتير ليه يا هبلة؟ انت بتجيبي سيرتي ليه؟ انتوا عمالين تقولوا اسماء بعض من الصبح، المعلم حمادة وسمسم وكروان. جت على سامية يعني؟ سامية؟ وانت تعرفيني منين يا اختي؟ اشهر من نار على العالم، حد ما يعرفش سامية مراجيح؟ اعملي ايه يا هبلة انت؟ انت اوعى بس، ده انت اللهبل بتقولك سامية مراجيح. يخرب بيتك. ليلى؟ لا بنت عمها يا اختي. حاسب كده يا ناس، حاسب كده يا ناس. تعالي يا نجم اتفضلي تعالي. لو سمحت ارجع لورا، ورا ارجع. بقول ورا ورا. ايه بقول؟ ورا ورا ورا. ارجع ارجع. لا يا معلم مفيش حاجة، أنا جاي لك أهو. بالسلامة. أنت بقول لك إيه، لو زغت منك هربطك مكانها. طب ما تربط بس كده، ده أنا هربطك أحلى ربطة. أنزل للمعلم حمادة أخلص المصلحة دي وأرجع لك. وأنا مستنياك. سلام يا سوس. سلام. معلش يا ليلى. اسمعي بقى يا ليلى، انا يا اختي ماليش دعوه بقصتك دي خالص، والنبي تبعديني عن المصايب. عارفه يا ساميه، انا كل اللي طالباه منك مكالمه تليفون. ليه؟ هتبلغي الحكومه؟ عايزه اكلم نيفين بنت عم جاد صاحبتي. اذا كان كده ماشي. اسلم حل ان احنا نبلغ البوليس. لو بلغنا البوليس مش هنعرف لها طريق جره. هنعمل ايه طيب دلوقتي يا خالتي؟ ربنا يخيب ظني يا ليلى وما تكونش اتثبتي. ربنا يسترها عليك يا بنتي. الو
ايوه مين؟ ليلى. هاتي كلمي. استني يا خالتي، هي ليلى. انت ثبتي يا ليلى صح؟ ثبتي دي خالتي. ايوه انا عند امك. مستر لي. امال مستر لي ومال الموضوع ده بس يا ليلى؟ ماشي يا اختي، سلام. على السلامه يا ماما. انت لسه تكلمها ليه؟ هي طالعه رحله يا خالتي. المهم دلوقتي هي عايزانا نقول لمستر ليل ان هي عند حماده تيتي باسم مراته. تيتي؟ مال مستر ليل ومال الكلام ده؟ ومال مدام انجي والحاجات دي؟ انت هتميل كل حاجه. ما تقوم خلينا نروح له. مستر ليل ساب فيلته وقاعد عند اخته. طب يلا قوم اتنفض، غير هدومك، خلينا نروح له. حاضر حاضر، بالراحه بس، بالراحه. تيتي اتفرج، اتفرج على المصيبة السودة، اتفرج. مصيبة سودة؟ هو في مصيبة سودة ومصيبة بيضة يا هندسة؟ بص بص، الراجل بتاعك فتح السلعة زي في وسط الجمهور. بص بالراحة بس. والله يا اصلي يا صبيون، والله ذكر. طب وفيها ايه؟ اقول لك انا وفيها ايه؟ يعني النجمة زعلانة وانفعلت وقالت انها تفسخ العقد معانا، عرفتوا يعني ايه فيها ايه؟ ام النجمة. ده هيقول لي ام النجمة. اهم حاجة بس انا عايزك تهدى كده، اهدى كده. ايه على اعضائك؟ الواد الصيوري بس ايه ظروفه دلوقتي؟ اتمسك ولا ايه ظروفه؟ اهو المعجبين ادوا له علقة محترمة وبعد كده خدوه على الاسم، فاضطريت طبعا ابعت له المحامين بتوعنا، ما محسوب علينا سعادته. الله يبارك لك، انت راجل محترم. طب والسلاح اللي معاه بقى ده ديتها 6 شهور؟ ها؟ لا يا سيدي، محمد قال لي ان هو اخده من ايد واحد من المعجبين هيطلعوه اطمن. بعدين هو ده اللي فارق معاك؟ انت سايب المشكله الكبيره بتقول لي صهيوني؟ ما انت مش فاهم. تفهم ايه؟ انت بتفهم حاجه يا شعبان؟ انت عمرك ما تفهم حاجه يا شعبان. وايه كمان بقى هندسه؟ بقول لك يا شعبان، انت لازم تشوف حل الموضوع ده يا شعبان. شعبان. مش كل شويه افضل اشيل انا المصايب لوحدي. لا اصل انا كلامك عاجبني، بحب اسمع صوتك. قول لي بقى فخم. ايه مش حاجه، مش حاجه. تعال بس، تعال والله العظيم في حاجه افهمك بس. تعال بس، ايه اللي انا ممكن اعمله عشان اصلح اللي اتكسر؟ ولا حاجه. ولا حاجه؟ طب طالما هو ولا حاجه، وجع دماغ امي ليه؟ الشعبان دي مش اسلوب حوار خالص، ممكن نتناقش دلوقتي خالص، مش هينفع الاسلوب ده بعد اذنك. عايز اقول لك على حاجه، تعالى بس. عارف طقطق؟ طقطق؟ انا حابب ادلعك اقول لك طقطق. ماشي. عارف اللي زيك في الحجز كنا بنسميه ايه؟ عجينه. فشكلك كده عايز مني طريحه عشان تطلع من نفوخي. ايه رايك؟ هو ده طقطق. خاف وجري. بس انا الشعب ماليش في الخشن. الله يحن عليك. ايه علاقة ليل بان واحدة اتخطفت يا استاذ اشرف؟ العلاقة فين؟ ما اتخطفت بسببه واتحبست بسببه وانضربت في وسط الحارة بسببه وكل المصايب حطت على دماغها ودماغي بسببه. عايزة سبب اكتر من كده؟ ايه ده؟ انت جاية تزعقي في بيتي؟ يا هانم حضرتك لازم تقدري الظروف اللي هي فيها، هي ما تقصدش طبعا. لا اقصد، والحق صوته عالي، وانا جاي اقوله عشان يلحق. ايه؟ حرام عليكم البنت هتضيع بسببكم. انا مقدره اللي انت فيه ده، بس يا ريت تهدي. بقول لك ايه؟ اوعى ايدك. فين الاستاذ ليل؟ ليل مش موجود، لما يجي انا هبقى ابلغه. ولا بقى مش منقوله من هنا الا ما اقابله، واهو وقع في بطنك. انت غبي يا طارق، كل ما تقول كلام ما يفهموش شعبان هيرد عليك بدراعه. يعني عاجب حضرتك اللي حصل ده يا فندم؟ لا طبعا مش عاجبني، بس مش دي الطريقه اللي تعالج بيها الامور. وغلط من الاساس ان حد من رجاله شعبان يطلع شغل زي ده. كان اقتراح مين ده؟ أنا. بصراحة يا فندم يعني مش هيفضلوا طول عمرهم كده ما بيعملوش أي حاجة يعني. دول لهم شغل تاني خالص غير ده. واضح إن أنا جبت لنفسي وجع الدماغ بالشركة دي. هيما لو سمحت. هاي طارق. ثواني هيما،
هخلص مع الباشمهندس واطلع لك. لا بليز يا هيما، عشان انا عايزاك ضروري وانا تعبانه وعايزه انام. معلش يا طارق، نكمل كلامنا بعدين. استفدت ايه من زيارتك للست دي؟ ولا حاجة. بلح. استفدت كل حاجة. وكشف قدامي عالم كامل. ما كنتش متخيل ابدا انه مربوط ببعضه. يا ابني العالم ده كله جنان في جنان. طلع ليل وابراهيم الجيار من دماغك احسن. وركز في شغلك وفي قضيتك العادية. اخر حد في العالم كنت اتخيل انه يقول لي الكلام ده هو انت يا علي. ليل ده مصيبة. كل حاجة بتحصل بلاقيه في خيرها. انت عارف ليل ده كويس اكتر مني. ما يغركش هدوءه وشياكته. ده ممكن في لحظة يقتلك. لا ده كان زمان. لكن دلوقتي طاير. هو دلوقتي مفتاح للعالم ده بالنسبة لي. سيف، هو انت فاكر ان محدش يعرف حاجة عن العالم ده غيرك؟ ناس كتير قوي تعرف عن العالم ده. لكن ما بتحاولش تجيب سيرته او تتكلم عنه. عارف ليه؟ لأنك لو فكرت إنك تجيب سيرته أو تدخل فيه يا هتتسجن يا هتتقتل. أنت كده بتلعب مع العفاريت يا سيف. ما تخافش عليا، أنا مخاوي. ليه هو اللي مسلطك عشان تموتيها مش كده؟ والله العظيم أبدا ما حدش مسلطني. أنا لقيت البنت عايزة تشوف أبوها، قلت أوديها لأبوها. كدابة كدابة. انتي عارفه انا ممكن اخليهم يعملوا فيك ايه؟ عارفه ولا مش عارفه؟ انجي انت نايم؟ عارف بنتك فين دلوقتي؟ عارف، وقلت لك الحقها يا طارق، طنشت وما رحتش. يعني ايه عارف؟ يعني في الاخر طلع كلامها صح وهو اللي بيجري وراها. صح، وانت كنت عارف انه صح ومطنش. طب اسمع بقى، انت هتروح تجيبها بالذوب العافيه، هتجيبها ان شاء الله حتى الجرجره من شعرها. انت مالك ومالها؟ انت مش طلقتها رسمي؟ عايز منها ايه تاني؟ انت فاكرني غيران عليها ولا ايه؟ انا بنتك دي بقتش تلزمني، من الاخر ما بقتش بتاعتي. خساره يا طارق، انت فاكر لسه عندك دم؟ انت جاي لي دلوقتي عشان خايف على نفسك وخايف على شركتك. انا لازم اخاف على مستقبلي. مستقبلك اللي بنيته على ظلم بنتي. يا عم انا كل طالبه منك حاجه واحده بس، انك تروح تقول لها ما تجيبش سيرتي مع ابراهيم الجيار. هي اختارت طريقها تمام، ملهاش دعوه بيا بقى. بنتي ماتت خلاص، لو عايز منها حاجة روح لها بنفسك. يا عم مش هتسمع مني، أرجوك اطلع برا، مش عايز أشوف وشك. اتفضل. ماشي يا عم. أنا في وسط رجالة يحموني على فكرة. أنا مش جاي أذيك يا إنجي، بس جاي أمنعك تأذي ناس ملهاش ذنب في أي حاجة. تيتي! مساء الفل يا باشا، على مؤاخذة يا رياسة، المطرح مش قد كده. ولا يهمك يا حمادة، بس سيبنا مع بعضينا شوية. لا! ما تسيبنيش لوحدي معايا! اقتلوا! اقتلوا أديك اللي أنت عايزه! خد راحتك يا باشا. ولو تحب حد ينظف المطرح وراك شغال. هما كلمتين كده بس وهسيبها تروح. اللي تشوفه يا كبير. ما تسكتش ما تسكتش. انا عارفه انك جاي. ما تتحركش لغايه مركب.